نظمت الجالية المصرية في باريس وقفة تأييد ومساندة للقيادة السياسية المصرية بساحة الأمم المتحدة في جنيف، فضلا عن نجاح مصر في تنظيم قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ. وأكد المشاركون على مساندتهم لمواقف القيادة السياسية واستقلال القضاء المصري ورفضهم لأي محاولات للتأثير عليه، معتبرين ذلك تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية لمصر.